دكتور على مسألة لبس الحظاظات أو الانسيال للشباب للرجال، يعني هل في حرمانية شرعية في هذا الأمر؟ إذا كان الأمر انسيال ده متعلق بأن لا تلبسه للنساء فده تشبه لا يجوز شرعا. أما الحظاظات مقصود بها جلب الحظ، لا هذا لا يجوز شرعا. الحظ والقدر والأرزاق لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا التمائم ومثل هذه الأمور منهي عن ذلك شرعا، بل هي من يعني شرك العمل التي على الإنسان، وقد تصل إلى شرك العقيدة لو اعتقد فيها الرزق وعدم الرزق.